بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله شواطنا متواصلة في صباح هذا اليوم. شعارات تزين ميدان الساد حاضرة متمنين التوفيق والسداد والنجاح للجميع بإذن الله تعالى. نسير وياكم إلى المقدمة ونتابع مشغلة سالم بن عبد الله بن بدر العامري تتصدر قيادة هذا الشوط. شعار الشاعر حمد بن سرحان الدرعي موجود في المركز الثاني، قدم شوي ابو عمران كان اخذ اسم هذه الذلول المهجنه الاصيله اللي من الجانب الاخر تحمل رقم 32 واسمها مطفيه للشاعر حمد بن سرحان الدرعي. نقله الى المركز الثالث، وفي المركز الثالث تصل طوع حمد بن غانم بن حموده الظاهري. نقله الى المركز الرابع، وفي المركز الرابع تكريت فايل بن هادي بن بيحان المنهالي من يقدم تكريت إلى المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس ناصية أحمد بن عبيد بن مبارك الاجتبي. وفي سادس الأسماء، المركز السادس اللي من الجانب الآخر. ها هي أمامكم مشاهدينا الكرام الشعار واضح، وبعد الرغم على ما اعتقد واضح 24 عبد العزيز بن جمعه بن مبارك الاحبابي اللي ياتي الى المركز السادس. وفي المركز السابع يصل شعار ابو سيف على ظهر قمره حمد بن سيف بن عيف العامري من يقدم قمره الى المركز السابع. وفي المركز الثامن سالم بن سعيد منانه الاجتبي ياتي، واحمد بن سعيد بن منانه مع رسا أحمد بن سعيد بن منانة يأتي إلى المركز الثامن. وفي المركز التاسع، وين التاسعة ما شاء الله، بدل الثمانين فردا لكن بنشوف التاسعة يلي قادمة تصل في أيضا في الدفعة الثانية. هذه أمامكم غير محمد بن سهيل بن وديمة العامري من يقدم غير وصل، نعم في المركز التاسع العاشر وصل، وصل العناوي. ويا مرحبا بالعناوي المميز ثروة، ثروة الأصالة والمخزون أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي تأتي وتنطلق إلى المركز العاشر، وهذا المركز غير مركزها الحقيقي، لكن هناك بننتظر في الأمتار الأخيرة حينما تصدر الأوامر من المضمرين. نتمنى التوفيق للجميع. عدنا إلى مقدمة الشوط، عدنا إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا مطفية للشاعر حمد بن سرحان الدرعي من يقدم مطفي على الصدارة. سلالة معروفة، سلالة مطفي، سلالة السيوف والكؤوس. يا سلام، ويستاهل الشاعر حمد بن سرحان الدرعي بقيادة محمود بن حميد بن محمد الحجري. الله يا سلام، وصل الاقتصادي، وصل ابو غانم حمد بن غانم بن حموده الظهري. نرحب اجمل ترحيب بميدان الساد، شعار مميز ولاحترامه وله ثقله. وعلى ظهر طوع، على ظهر طوع المركز الثالث. هذه الخطيرة، هذه الخطيرة، وصلوا هالزعبيل، وصل بن منانة. يا سلام، رسا أحمد بن سعيد بن منانة لقتبي وصلوا خذ المركز الثالث. هذا اللي يخوف، هذا الخطير المميز. المركز الرابع سالم بن عبد الله بن بدر العامري، وصل بن وديمة أو وصل الأحبابي أو وصل بن عيف. الأسماء زحف من الخلف، لكن خلنا يا ابو عمران نشوف ما يجري على ارضية ميدان الساد، خصوص في الامتار الاخيرة حينما تصدر الاوامر من المضمرين. لا زال الطوع، طوع حمد بن غانم بن حمودة الظاهري المسيطر الى المركز الاول. يا سلام يا سلام،
طوع المقدمة، طوع على الصدارة، الكيلو المتر الأخير يا أبو غانم، الكيلو المتر الأخير، حمد بن غانم بن حمودة الظاهري إلى المركز الأول، رسا في المركز الثاني، أحمد بن سعيد بن بنانة المركز الثالث، لمحمد بن سهيل بن وديمة العامري، يا سلام يا سلام يا سلام، تصل وتنطلق إلى المركز، إلى المركز الثالث، المركز الرابع، وصل بالرصاص، وصل بالرصاص، هذه غير رصاص بن سالم بالرصاص العامري عفوا، ولا عذبة لرصاص بن سالم بالرصاص العامري، لكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى الصدارة، بنعود مع طوع، طوع إلى المقدمة، طوع إلى الصدارة، حمد بن غانم بن حمودة الظهري المسيطر، المركز الثاني، البرصاص، البرصاص، وها هي مشاهدين الكرام عنيدة عنيدة، رصاص بن سالم بالرصاص العامري، المركز الثالث رسا، أحمد بن سعيد بن بنانة، يا سلام، وصل بن عفصان، وصل بن عفصان، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، لكن غير بالرصاص، بالرصاص، وراعي عطوة غادم، راعي عطوة غادم، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، شهب، شهب، يلا يراعي عطوة، الأمتار الأخيرة، نجم الساد، الاقتصادي، راعي عطوة، اشتعلت المعركة، المتحدي، بدت الأمور، لكن نجم الساد يبغى هو الأقوى، رصاص بن سالم بالرصاص، تهانينا يا أبو سالم، تهانينا يا أبو سالم على هذا الفوز. يا أبو حمد، يا أبو حمد، مسلم بن حمد بن متعب العامري في اللحظات الأخيرة، لكن خلاص خلاص بالرصاص ينتزع المركز الأول، الثانية لمسلم بن حمد بن متعب، الثالثة لعامر بن حمد بن عفصان، الرابعة أحمد بن سعيد بن بنانة، الخامسة لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري التوقيت 26 ثانية، تهانينا والناموس لمالك عنيدة رصاص بن سالم بالرصاص العامري.